حميد مداوي الصديق ديالنا كان عندي مخابره اليوم معاه بالسجن، حكى لي الواقع ديال الشكايه كما تلقاتها وسائل الاعلام، وحكى لي على ظروفه بالسجن وذاك الحبس الانفرادي العقوبه اللي خدا. من بعد استمعنا لمدير السجن وكانت واحد البوادر ديال الصلح، الحمد لله توجات الصلح بحضور الوكيل العام، وتم رفع ذاك العقوبه على السي حميد ديال الكاشو، وتم تمتيعه بحقوقه كاملتان، وذاك الخلاف اصبح جزءا من الماضي، والحمد لله الشكايه راه تنازلنا عليها رسميا، حميد ما بقاش متمسك بها، وطبقنا الاراده ديالو في التنازل عن الشكايه. ما دام انا اداره السجن تفهمت المطالب ديالو المشروعه ورفعت عليه ذاك العقاب، لان الظروف الصحيه ديالو صعبه، دوز تقريبا اكثر من 5 ايام كتعرفوا شهر رمضان الفضيل، وزيد عليها حتى الاضراب عن الطعام هو شيء صعيب. وانا شخصيا زرت اليوم في الصباح في السجن وانا شفته، قلت له راه العائله ديالك، الصحفيين، الزملاء ديالك، الحقوقيين، المواطنين، يناشدونك حفاظ على صحتك وسلامتك ان تقلع عن الاضراب، وفعلا استجاب، علق الاضراب، والحمد لله مدير السجن تفهم. انا كنت شخصيا جلست معاه، تفهم المطالب المشروعه، وطوينا هذه الصفحه لصفحه اخرى لا يكون فيها اي خلاف.